كان في عركة اليومين اللي فاتوا دول، بس دمها خفيف قوي، تقدر يعني تحطها تحت عنوان الراقصة والطبال. يعني الراقصة والطبال أو ضرب العوالم، يعني كانت خناقة من النوعية دي. كانت بين الفنانة لوسي، الفنانة الاستعراضية الرقاصة لوسي، وبين الفنان، لا هو مش فنان، هو ممكن يبقى رقاص، يعني هو خالد الجندي. انتوا بقى ايه، هو خالد الجندي وخلاص. كان عندهم كده أزمة فيها ليها تفاصيل بقى ايه، يعني بتقول لك احنا واصلين لحد فين في مصر، تفاصيل الأزمة بين الراقصة والطبال أو خالد الجندي والراقصة لوسي. ممكن نشوفها مع بعض كده بعد ما هددته إنها تفضحه وقالت له أنت ليك حاجات عندي وحفضحك وبتاع. تعال نروح تليجراف ونعرف التفاصيل كده، نقولها لحضراتكم سريعا عشان بس تبقوا متابعين إيه اللي بيحصل في البلد. نجيب ساويرس سواء قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. عمار علي حسن كتب إيه؟ عمل شير أو عمل إضافة كده أو شارك تليجراف كاتبة إيه؟ هي بتقول الأول نبدأ باللي قاله خالد الجندي، بيقول راقصة تحدثت عن عملها كأن الله اختار لها أن تكون راقصة، كلام غير صحيح. الشيطان قال لرب العزة فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، صدق الله العظيم. ده خالد الجندي. فردت بقى هي قالت له إيه لوسي، أنا يا سيدي كفر مالكش دعوة بيا، أنا ماسكة عليك حاجات لو ما سكتش هطلعها لك. لوسي بتقول ايه؟ بتقول له ربنا كتب عليا الرقص. شوف بقى الناس دي اللي بتمشي وراها والبعض شايفهم ان هم منارات العلم ولازم تاخد منهم بقى وتتبعهم في مواقفهم السياسيه و و و. بتقول له ربنا كتب عليا الرقص، وخالد الجندي بيقول لها ربنا امر بالستر، وبيدخل الجمل يقول اختيار ارتكاب المحرمات من اختيارنا. ونجيب ساويرس علق زي ما حضراتكم شايفين من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. طيب الكلام ده بقاله 3-4 ايام داير في البلد. خالد الجندي قبل ما يشن الهجوم على لوسي كان عنده هجوم تاني، كان عنده طلعة تانية على نهى العمروسي. نهى العمروسي دي كان جوزها زمان اسمه مصطفى كريم، وكان فنان كده مات وهو صغير الله يرحمه. كان بيقول لها عيب يا ستي، هو عمال بقى فاهم انت، هو يجيد الحك والاحتكاك والسماجه والغلاسه والغتاته وتطبيل الحكام. ما هو قال لك ان هو شيخ بتاع حكام قبل كده. تعال نشوف تعليقات من الفيسبوك بيدافعوا عن لوسي ويهاجموا الطبال اسمه ايه ده خالد الجندي. ناديه علام بتقول هي رقاصه ولا تتنكر لحقيقتها، بينما الاخ مدعي ومستخبي ورا قناع. ببساطة كده. أما ممدوح عبد المنعم بيقول ربما الأول مرة في تاريخ الشعب المصري المتدين بالفطرة تنحاز الجماهير الغفيرة لصف راقصة في مواجهة راجل دين، ليس لأن الرقص فعل مستحب أو لأن نصائح رجال الدين مرفوضة في مجملها، فهذا غير صحيح، ولكن لأن الشعب المصري لا يجد فارق كبير بين ما يفعله خالد الجندي وما تفعله روسي، فكلاهما يرقص. واخد بالك؟ بينما خالد بيرقص رقص ستريبتيز، يعني رقص مقرف قوي وعيب قوي.